طيب بدنا نبدا الان نحكي عن الاندكشن ماشينز. اذا انواع الماشينز اللي حكينا عنها لحد الان حكينا بس عن الدي سي موتور. اذا هذا هون عندي دي سي ماشينز. اذا الماشينز بشكل عام تنقسم ايش سميناها دي سي؟ ايش هو الدي سي اللي فيها؟ انتبه بالضبط فولتج. اي فولتج؟ لانه الكرنت اللي في داخل الكوندكتر اللي موجود في داخل الدي سي ماشين ايش هو؟ اي سي. واذا متذكرين شكله زي هيك بيمشي هيك بيشبه كانه سكوير ويف عجيبه. اي كوندكتر اذا اطلعت فيه في داخل الدي سي ماشين هو مش دي سي اللي بيمشي فيه. مين اللي سمح انه الكرنت يتحول من دي سي برا الماشين لاي سي جوا الماشين؟ الكوميتيتر. اوكي؟ ولذلك هو اسم دي سي كمان مضلل شوي، بس هو السبلاي دي سي. سبب انتشار الدي سي كمان كان انه في بدايه القرن الماضي كان عندنا دي سي سورسز، كان عندنا دي سي سبلايز، بس ظل الدي سي منتشر لسهوله التحكم فيه. متذكرين الكيرفز اللي رسمناهم امبارح؟ ايش هدول الكيرفز؟ قبل فاي الفولتج تمام. اذا كان عندي في 4 في 3 في 2 في 1 هدول الفولتجز تبعت الارمشر او السورس. اذا غيرتهم ايش عم بغير؟ عم بحرك السبيد توركر. هذه فيتشر مهمه كانت للدي سي موتورز، ولذلك ضلوا مستخدمين الدي سي موتورز لحد فتره قريبه جدا، لحد ما صار عندنا باور الكترونكس وصرنا نقدر نغير التورك من اندكشن ماشينز. فعندنا هون الاندكشن اي سي ماشينز. اي سي ماشينز نفس الشيء، بنسال السؤال اي سي سميناها اي سي لانه السورس تبعها اي سي، السورس الفولتج اللي بنعطيه. وعاده الاي سي ماشينز بتنقسم غالبيتها 3 فيز، رغم انه ممكن يكون عندي سنجل فيز ماشينز. الدي سي قسمناهم لكم نوع امبارح؟ اول شيء بدينا برشلس وبرشت مش هيك؟ وبعدين قلنا البرشت في منه انواع، البرشت في منه بيرمننت ماجنت سيلف اكسايتد الكترومغنت عفوا الكترومغنت. بعدين قسمناهم سيبريتلي اكسايتد، انا استعملت تعبير سيلف اكسايتد ما بعرف اذا كان صحيح ولا لا، والسيلف اكسايتد بعدين وزعناه قسمناه لشنط وسيريز وكومباوند، والكومباوند قسمناه لنوعين اللي هم cumulatively compound و differentially compound. اوكي؟ هلا كمان في انواع ماشينز ثانيه، في ستيبر موتورز ما راح ادخل فيهم في هذا، في سيرفو موتورز وستيبر موتورز. الاي سي ماشينز بشكل عام راح ينقسموا عندنا ل اندكشن ماشينز وسينكرونس ماشينز، ولذلك الاندكشن ماشينز كمان بنسميهم عشان نقول انهم مش سينكرونس بنسميهم اي سينكرونس. ايش الهدف منها هون؟ نفي. اوكي؟ asynchronous. فهون عمال بنقول انه هذه المشين مش synchronous، في شيء مش synchronous وفي شيء هون synchronous. هذا بنسميه asynchronous لانه الفيلد الماجنتيك فيلد ما بيمشي بنفس سرعه الميكانيكال روتر. هذا هون synchronous لانه الميكانيك الماجنتيك فيلد اللي في داخل المشين او الماجنتيك فلكس اللي داخل المشين بيمشي بنفس سرعه المحرك. هلا الابروتش اللي باخده تشابمان في كتابه Electrical Machinery Fundamentals ما بيبدا بيحكي عن الاندكشن ماشين ولا بيبدا يحكي عن السينكرونس ماشين، بيبدا يحكي عن الاي سي ماشينز بشكل عام، لانه في خصائص مشتركه للاي سي ماشينز. الستيتر تبع السينكرونس ماشين والستيتر تبع الاندكشن ماشين هو نفسه. اذا الاختلاف الاساسي في بناء الماشين هدول ايش هو؟ الروتر. اوكي؟ اطفي هاي. اذا هاي